محمد صلاح مع ليفربول، ويمكن بدايته للموسم ده بداية قوية جدا جدا، يعني من أفضل بدايات لمحمد صلاح. بدأ بشكل كويس، بيسجل أهداف في يمكن على مدار ماتشات كتير. شايف النهاردة دور محمد صلاح إزاي في مباراة زي دي مانشستر سيتي؟ شايف كمان فكرة التجديد إن هو يكمل مع ليفربول الفترة اللي جاية، لا ما يخرج، لا يبقى يكمل معهم أحسن، من وجهة نظرك شايف إيه الأفضل ليه؟ طيب خلينا ناخد الموضوع حتة حتة. أولا صلاح السنة دي بدأ بداية بتفكرني شويه ببدايته في 2017 2018، ولكنه عنده حاجه زياده كمان ان هو بقى اكتر خبره، بقى عارف لمسته للكره تخرج للكره ازاي. بصراحه انت تتفرج عليه السنه دي، انت تتفرج على واحد من هو اللي بيدور الملعب كله، هو اللي بيتحكم في الملعب كله، كان هو اهم لاعب في الملعب. ففي صلاح في رايي السنه دي بدايه قويه جدا على المستوى التهديفي. هو ما فيش ماتش الا ماتش واحد بس اللي ما سجلش فيه، كان مصاب بيرنلي، سجل في كل الماتشات الثانيه سواء في الدوري او في دوري ابطال اوروبا. فبالتالي هو بدايه تهديفيه كويسه، مؤثر جدا في الفريق، دايما خطر، دايما طبعا بيعرف ازاي يخلق لنفسه مكان ولزمايله كمان فرص. فبالتالي هو بدايته بدايه عظيمه جدا. وتوتنهام سيتي هو دايما بيحب يسجل في سيتي، وسجل 6 جوان وعمل 2 اسيست في 10 ماتشات ما بين الدوري والابطال. صحيح. مصاب مانشستر سيتي كمان، الفيلم بتاع مانشستر سيتي زي ما كنا بنتكلم من شويه كان جوارديولا دايما بيتكلم على ان ازاي ليفربول بيحاول يخلق المكان ده لصلاح عشان يحاول يعمل بيه خطوره. فهو دايما مصدر ومصادر الخساره قصاد السيتي. بالنسبه لصلاح ومستقبله، انا شايف ان صلاح احسن له ان هو يكمل في ليفربول. هو انا مؤيد معاك برضه في دلوقتي، هو بقى اسطوره في ليفربول. صحيح. خلاص هو كسب مع فريق الدوري، كسب دوري ابطال اوروبا، هداف الفريق كل موسم، بيقدر في كل موسم الموسم السيء اللي كان نسأل عليه سيء فيه سجل فيه حوالي 20 جول. صح. فبالتالي هو خلاص هو وصل لمرحلة عظيمة جدا. محتاج ممكن يكون محتاج يكون متقدر شوية، وده كلام اتكلم عنه جيمي كاريجر في جارديان، واتكلم عنه أكتر من حد ما بين تايمز وما بين تليجراف، كذا تقرير في الكام يوم اللي فاتوا على إن صلاح محتاج يكون متقدر أكتر في ليفربول. التجديد اعتقد ان هو قريب من التجديد، حاله صلاح النفسيه بقت افضل في الملعب، شفنا ده واضح جدا في اغلب الماتشات. وبالتالي اعتقد ان موضوع التجديد قرب. الحاجه الطبيعيه، طبيعي صلاح 29 سنه، فاضل له سنتين في عقده، صحيح هيتمدد سنتين كمان، وبالتالي فمتوقع ده العقد الاخير الكبير في مسيرته في اوروبا، لان هو لو مدد سنتين هيخلص 33 سنه، فده منطقي ان هو يكون العقد الكبير. لو صح. حصل شيء اكسبشنال هيبقى فيه سنتين كمان، ولكن المنطق اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي محدش ضامن عمره بعد 4 سنين. صحيح. هيكون بدري عامل ازاي، هيكون اللياقه، الحاجات دي كلها ما بتتعرفش. وبالتالي طبيعي جدا ان هو يكون محتاج تقدير اكتر في قصه الراتب الاسبوعي عشان يتحط ضمن الافضل في البريمير ليج، لان هو اللي بيقدمه في الملعب بيخليه الافضل في البريمير ليج. كل سنه بينافس على الهداف، كل سنه بينافس على احسن لاعب في شهر كذا مره، بينافس على احسن لاعب في موسم. وبالتالي فزي ما هو بيقدم في الملعب طبيعي يكون محتاج ان هو يتقدر بشكل اكبر. واعتقد ان في النهايه مع تجديدات ليفربول السنه دي جدد لهندرسون واليسون وارنولد وروبرتسون وفان دايك، محتاجين لعيبه برضه يا محمود. انا دايما بشوف ان ليفربول ناقصه لعيبه، دي حقيقه، محتاج لعيبه بالذات على الدكه جدا. يعني ممكن يكون ما عندوش حلول، ما عندوش حلول كبدائل، هو ما عندوش حلول كتير.